تاريخ المواجهات بين الأرجنتين وهولندا بالأرقام. باتت مباريات المنتخبين الأرجنتيني والهولندي تمثل لقاء كلاسيكيا في كأس العالم، حيث تقابل وجها لوجه في 9 مباريات رسمية وودية، وكانت المحصلة انتصارين للأرجنتين مقابل 5 لهولندا وتعادلين. وفيما يلي تاريخ المواجهات الكاملة بين المنتخبين، أول مواجهة كانت في كأس العالم 1974 في ألمانيا، فازت هولندا بنتيجة 4-0. نهائي كأس العالم 1978 في الأرجنتين التي فازت على هولندا بنتيجة 3-1. وبعد 20 سنة التقى المنتخبين في كأس العالم 1998 في فرنسا، وانتهى اللقاء بفوز هولندا على الأرجنتين بنتيجة 2-1. في كأس العالم ألمانيا 2006 انتهت المباراة بالتعادل السلبي. كأس العالم البرازيل 2014 انتهت المباراة بالتعادل السلبي، والتقى المنتخبان 4 مرات خارج المونديال. 1974 فازت هولندا 4-1، وعام 1979 التعادل 0-0، 1999 التعادل 1-1، وعام 2003 فوز هولندا على الأرجنتين بهدف نظيف. Thank you.